مرحبا بكم. اليوم غادي نشوفوا 100 درهم الى حسبناها مع هذا السيد في السوق شحال ممكن تجيب لينا ديال السلعه، يعني 100 درهم واش ممكن لانها تقدا لينا غفه ديال الخضره كيف ما كنا شحال هذه. يعني كما كنشوفوا العمله ديال 100 درهم، يعني 100 درهم واش ممكن على انها تقدا لينا كاع داكشي اللي بغينا في السوق. هاك بسم الله. هو هذا 100 درهم في وقت الراهن ولي كنحشم نجبدها. علاش؟ واخويا وهاديك كنفرقوا هاد الدجاج ديال 27 درهم كيلو. كيلو خديتي جوج كيلو شحال؟ انا كنحسبو شي ديال الصباح 300 درهم. اييه. شنو رايك في الغلاء؟ والغلاء اخويا حديت ولا حرج. والحاجة اللي حطيت على يدك تكويك. حطيت يدك على الدجاج 27 30 درهم على حساب الجودة ديال الدجاج. ديتي جوج كيلو نديرو حنا 30 درهم، 60 درهم، عطيك 40 درهم. جبتي خديتي وخصك مازال بغيتي طيبها خصك 10 درهم باش تاخذ بوطة. بوطة كبيرة. شوية العطرية. فين الرجال خصك تمشي تسلف. يعني دابا أنت تتحشم تجبد 100 درهم. 100 درهم ما بقاش دير والو. وتتحشم تجبدها من جيبك بعدا. وهاد 100 درهم راه ممكن تكون صالير ديال يومين ديال الخدمة. وترى كاين الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس 100 درهم وما تيوصلوهاش. عادي الا جبتيها باش تقدا بها في النهار، اش هذا التقدير كاري؟ مشيتي للحم مشيتي شحال هذيك تمشي تجيب الحيمه تجيب خضيره تجيب البوطه تجيب شويه ديال الخور شويه ديال الربيع شويه ديال النعناع وتجي فرحان ومعمر القفه. دابا 100 درهم اخويا اش غادير لك هذي؟ هذي قهوه هذي مشيتي انت وصاحبك شتيها بوحدك. ابو هذاك ما تقدر لك والو هاد 100 درهم الصديق ديالي. واخا دابا هنا فاردي حدا ديك 200 درهم قصوك عطيني نحسب لك 200 كيلو ديال الدجاج شحال؟ كيلو ديال الدجاج والدجاجه بيني وبين الدجاجه فيها جوج كيلو 27 درهم حلو 30 درهم بالترياش ديالها 60 درهم. ايا 60 درهم بقات لك 40 درهم. تجيب بطاطا دايره 120 ريال تجيب جوج كيلو ولا كيلو ونص ولا نص كيلو. تجيب مطيشه اللي دايره 5 درهم. تجيب الخيار اللي داير 4 درهم ونص. تجيب الفلفله اللي دايره 6 درهم. اشنو غتجيب؟ انت ماشي عقاسه ترى ولات هذه في الاحلام هذه لقيت بحال هز 20 درهم. هذا راه ماشي القيمه ديال الفلوس. هذا راه ما تندويش على القيمه ديال الفلوس. راه تندوي هذه المسببات اللي تتسبب هذه 100 درهم اللي ما بقاتش كافيه. الطبقه المتوسطه ما بقاتش كافيه باش تعيش. فما بالك الناس مساكن اللي تخدم بشكل يومي. تعطي مرتك 100 درهم وتقول تعطيك مرتك 100 درهم شنو تخلي لها بيني وبينك اش تخلي لها؟ اش تمكن لها الولاد مسكينين كنتي مزوج دابا كنتي مزوج انت عندك وليدات مع واحد شنو غادي تمكن لها الدري تخلي هذه المراه مسكينه؟ غتجري عليك بهذ 100 درهم. يعني ما بقاش نهضروا على المعيشه ولا نهضروا غير نبقاو عايشين. وماشي في المعيشه ونبقاو غير عايشين. هو دابا الناس اللي تولوا كيجيو عندهم الديار. وهذه هي السياسه ديال السالم حسن. هذا السالم حسن السياسه الحكوميه اللي ثقنا فيها وضعنا الثقه فيها وقلنا راه غادي يجي واحد افكار جديده واحد استراتيجيه جديده واحد حكومه شابه كفاءات وكفاءات ديال سيدنا وزيد وزيد وزيد. وهذا الشيء راه لا يمثل لا يمثل هذه الحكومه ديال 8 جوتان بصيله. واش سميتو شو تنبير ولا مابقاش عاقلين مع هاد الغلاء اصاحبي؟ اقتراح ديال شو تنبير هاد الناس هاد الاحزاب الحكوميه اللي قايده هاد الحكومه هادي الله يسمح لهم من هاد النار. يعني الدرويش اللي عطاهم 100 وانت ماشي على الدرويش وانت راه كلشي مابقاش قادر يعيش. هذيك الطبقه المتوسطه اللي عطينا 100 درهم هذيك الطبقه المتوسطه مابقاش تدوي عليها لانها ولات بحالها بحال بحال منعدمه. يعني حنا عطيناك 100 درهم وما دارش والو. ترى تزيدني 200 درهم وغادي نبقى الدار باش نقلب عام نشري عام نقلبها شي خبز ونديرو الترده. انا وليت نفكر ونديرو عاد الترده وندير داكشي ديال التاريخ الترده ونجيب داك شويه ديال المسمن ونغمسو شويه ديال الا لقينا داك القطانه ونكور واحد. واشنو غادير اخويا بيني وبينك اشنو غاتاكل؟ اللي باغي الشهيوات وباغي يعيش فين غيعيش؟ اللي ب 100 درهم بغيتي شري 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 لبته شري بطاطا شري خيزوه شري مطيشه شري شري ربع ديال الدجاج ولا قل من ربع ديال الدجاج. عائله كبيره كي غادير لك واحد وخوا ما نقول ما نكذبش عليك غادي نشريو دانون غنغمسوه وغادي ناكلوه ولا بقيتي في شي بعد
هاد البلاد هادي لقينا زايدين اللور غادي هاد السياسه هادي سياسه مجحفه وحسبي الله ونعم الوكيل. هنايا 100 درهم في السوق وما دارت لنا والو حسبنا زوج وتا غنعطيك هذه الله يرحم باباك تتقدى لي بها نعطيها لك كل يوم يوميا نعطيها لك 3000 درهم او سير لي بها الدار ديالنا وكل لي والدي وخوتي لو وكل لي البيت ديالي راه ما غادي لك والو غتقول لي خويا سمح لي وغتزيد في حالك ما نسلكهاش الدرويش ما بقاش بقى يعيش ما بقاش نقول الدرويش المغاربه ما بقى بصفه عامه المغاربه كلشي ولا كلا ما بقاش طبقه ترست هذيك كاينه عندي كاينه واحد حاجه وحده واحد الطبقه صغيره اللي كانت هذيك الطبقه اللي بورجوا وهذيك الطبقه كلشي ولا محسوك لا اللي عنده لا اللي ما عندوش لا الوظيفي لا الخاص لا المياه لا المياول ولا ما تقول لك ولا كلشي بحال بحال كلشي بحال بحال تتفاوتوا فاش هذاك خدام تيضرب تماره باش يخلص على يخلص على ما ياكل وهذاك خدام هنا والناس قهرت بالكريديات والله الله يدير لنا وليكم تاويد الخير. شكرا لك سيدي شكرا لك. العفو مرحبا.